السلام عليكم. السلام، ربنا يرزقنا جميعا السلام. السلام اللي ربنا خلاه تحية الإسلام. سألنا نفسنا مرة ليه السلام؟ ليه مش أي كلمة تانية؟ طلعت طاقة السلام دي طاقة جميلة قوي وكبيرة قوي. اللي بيمتلك سلام بيعيش النعيم الأبدي. إزاي نعيش بطاقة السلام؟ إنك تنفق سلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هننفق سلام. هتنفق سلام ازاي؟ تعالى ما اقولك. لما بندعو بالسلام، السلام مش السلام النفسي بس، السلام من كل شر. عاوز تعيش في سلام لازم تدعي لكل اللي حواليك بالسلام. يعني الانفاق حاجات كتيرة جدا، مش بس فلوس، ممكن تبقى مساعدة، جبر خاطر، كلمة حلوة، صحة. طب خلينا في السلام، ازاي هننفق سلام؟ السلام ده لازم تتمتع بيه الاول، تدعي لنفسك بالسلام. كل ما هيبقى عندك سلام، كل ما هتدعي لغيرك بالسلام، كل ما هتوصل لمرحلة ان تدعي لعدوك بالسلام. ادعي لعدوي بالسلام؟ اكرم عدوك بانك تدعي له بالسلام. اكرم عدوك بانك ما تردش عليه. اكرم عدوك بانك تبعد عنه. اكرمه بانك تتمنى له الخير. ولو وصلت لمرحلة انك تدعي لعدوك، انت كده وصلت لمرحلة السلام الابدية والنعيم الابدي. اي واحد تعبان في حياته يدعي لغيره، يدعي لغيره بالسلام. يا رب يسلمه، يا رب يخف، يا رب يشفيه، يا رب يرزقه. لما يقول لك نفسك في نعمة ايه، هتقول له ايه؟ نفسي في نعمة، نفسي مثلا في فلوس، نفسي في صحة، نفسي في نعيم، نفسي في سعادة، نفسي في راحة بال. طب بقى لو انت عاوز كل النعم دي تعمل ايه؟ عاوز كل النعم دي؟ لو انت نفسك في النعم دي كلها تعمل ايه؟ النعمة بتحب اللي يحبها، النعمة بتعشق اللي يعشقها. كل ما هتتمنى الخير وتحب النعمة عند صاحبها، النعمة هتجيلك. شفت واحد كده صحته حلوة، قول يا رب يبارك له في صحته. شفت واحدة جميلة، قولي ربنا يبارك لها في جمالها. الله، ايه الحلاوة دي؟ لازم نحب النعمة عند صاحبها. يعني لو انت نفسك في ان الحياة بينك وبين جوزك تستقر وتعيشوا كويس كده من غير اي شر يدخل بينكم، ادعي للي متجوزين بالخير. ولو لسه ما تجوزتيش، ربنا هيرزقك بالزوج الكويس اللي يعوضك كل خير، لانك بتتمني لكل زوجين الخير والسعادة من قلبك. لو انت تعبانة او لو انت تعبان في حياتك، في كرب، في ضيق، ادعي بان ربنا يفك كرب الناس. كل ما هتتحقق من السلام الداخلي، ادعي ربنا يغمرك في نوره وسلامه. تلاقي نفسك تلقائيا بتدعي لكل الناس من قلبك، لانك بتتمتع بالسلام الداخلي. يعني ربنا خلقنا على الفطرة بتاعتنا دي كلها حب وخير وسلام. لما بنتظلم بنبقى عايزين نأذي، فنحاول نرجع تاني للفطرة بتاعتنا، نحاول تاني نأذي، نحاول نرد الشر، نحاول نرجع تاني نفكر. لا، بنرجع للسلام الداخلي اللي ربنا خلقنا عليه. نقول لا، مش هنأذي حد. انت كمان بقى مش هتأذي حد، ده انت السلام الداخلي اللي جواك خلاك توصل لمرحلة عالية جدا. ربنا هيحقق لك كل اللي نفسك فيه. يبقى بداية هندعي لنفسنا بالسلام. اللهم سلم عقولنا من الخراب، اللهم سلم قلوبنا من الغل والحقد والكراهية والشر، اللهم سلم أرواحنا من الأذى، اللهم سلم أجسامنا من المرض. يبقى الدعاء لنفسك ولغيرك ولعدوك. وحب النعمة وهي وغيرك بيتمتع بيها، ربنا يجيبها لك. أول ما النعمة تشوفك كده بتحبها ونفسك فيها وجود عند صاحبها، هتفوت تنط تجيلك كده على طول. أول ما تلاقي نفسك في كرب وضيق ومخنوق جدا، ادعي لنفسك بالسلام وادعي لغيرك بالسلام. ادعي للي حواليك بالسلام. لو ربنا انعم عليك ورزقك بالسلام، انت كده عايش النعيم على الارض. انه يعيش سلام، سلام داخلي، سلام نفسي، وسلام من كل شر. اللهم سلمنا من كل شر. لما تدعي على الناس ده شر. لما تحاول تأذي حد، ما تبررش ان هو اللي اذاك فانت بترد الاذية، خلاص فكرنا ده لازم يتغير. فكل ما هتنوي الخير حتى للي أذاك، ربنا هيجلب وهيخلف عليك بالخير والسلام. حتى في نهاية العلاقات، لما بتنتهي العلاقات بطاقة السلام وتمني الخير لكل واحد، ربنا بيخلف عليك فيعوضك بالإنسان اللي يريحك ويخلف عليك بالسلام في العلاقة الجديدة. والعكس، لو نوينا الشر ربنا بيدينا الشر في العلاقات الجديدة. هي طاقة،
هي طاقة جوانا وبترد فينا، يبقى تعلموها كده، الشر بيخلف شر واللي بينوي خير ربنا بيخلف له الخير. فادعي دايما بالسلام، السلام ليك ولغيرك. اي شيء بتتمناه في الحياة طول ما انت بتتمتع بالسلام ربنا هيرزقك بأي شيء انت نفسك فيه. كل ما تشوف ناس كده من غير ما تحس، غرب وقرب وحبايب وبعاد انت ما تعرفهمش حتى، قول السلام عليكم من قلبك. تحية الإسلام دي من القلب، مش لازم ننطقها السلام عليكم والناس تسمع، دي وكمان تبقى من القلب بظهر الغيب. اي ناس كده انت مش عارفهم قول السلام عليكم. السلام عليكم، ربنا يمنحكم السلام، ربنا يغمركم في سلام. ما تلاقي حد متضايق يا رب سلمه، يا رب عايش الناس دي كلها في سلام. كل ما هتتمنى السلام لغيرك ربنا هيغمرك في سلام. كما تدين تدان، اسرح اسرح في اسم الله السلام. ربنا السلام بيحب السلام. الشخص اللي ربنا بيرزقه السلام دايما تلاقيه كده مرتاح البال، هادي، عايش في سلام نفسي كده، سعيد راضي كل الحاجات الحلوة فيه، حاسس بالسلام، يعني مطمئن ان مش هيجيلك اذى، مطمئن ان ربنا هو اللي بيحميك وبيحفظك، حاسس بالسلام يعني مش خايف من اي حاجة على وجه الارض، حاسس بالسلام عمرك ما هتحس بشعور القلق والتوتر والخوف، حاسس بالسلام يعني متمتع بسعادة داخلية مختلفة عن اي احساس اخر، احساس الطمأنينة. احساس السلام يعني مش طمعان في اي شيء، راضي بحالك وراضي بامورك، انت ما بتطمعش في اي شيء. احساس السلام بيخليك زاهد الدنيا وكل اللي فيها. اللهم ارزقنا السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام.